دلوقتي مع حضراتكم هنزور مزرعة المهندس أحمد عبد العزيز. هو مهندس اتصالات ولكن أنشأ مزرعة للأبقار الحلابة. صحيح واجه تحديات كبيرة جدا في نقص خامات الأعلاف وتعرض لخسائر فادحة، ولكن فكر بره الصندوق واشتغل ببدائل الأعلاف. تعالوا مع حضراتكم نشوف مزرعة ولا أروع وبتنتج أجود أنواع الألبان في مصر. خليكم معنا. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس أحمد عبد العزيز، متخصص في الاتصالات ولكن طول عمره بيعشق الإنتاج الحيواني، وفعلا أنشأ من حوالي 3 سنين تقريبا بطريق وادي النطرون العلمين واحدة من مزارع الأبقار الهولشتاين الحلابة اللي بجد محتاجينها بشدة، لأنها مزارع بتنتج أجود أنواع الألبان. مزرعة المهندس أحمد عبد العزيز بطاقة 350 رأس أبقار هولشتاين، منها حوالي 150 رأس منتجة حاليا للألبان والباقي توابع، ويوم بعد يوم بتكبر وعددها بيزيد، وعنده مساحات ضخمة للتوسع والوصول بطاقة المزرعة لحوالي 2000 رأس على الأقل. المزرعة زرناها عشان مزارع الألبان زيها زي صناعة الدواجن ويمكن أصعب، بتواجه نقص حاد في خامات الذرة وفول الصويا عشان تصنيع الأعلاف. يمكن مربي الدواجن ممكن يقفلوا العنابر وما يسكنوش كتاكيت، لكن مزارع الألبان ما تقدرش تسرح البقر الحلاب أو تمنعه عن إنتاج الألبان يومياً. مصنع شغال ولازم اللبن يتورد للمصانع المتعاقدة عليه. المهندس أحمد عبد العزيز واجه الأزمة بشجاعة واعتمد على بدايل بذرة فول الصويا زي مستخلص بذرة القطن اللي نسبة البروتين فيه 20% وسعر الطن 9000 جنيه، وكسب عباد الشمس اللي نسبة البروتين فيه 36% وسعر الطن 10000 جنيه، وطبعا بيستخدم مضادات السموم لحماية الأبقار من سموم الأفلاتوكسين، وبيصنع خلطة توازي الصويا في العلف اللي نسبة البروتين فيه بتوصل ل 46%، ده بخلاف رجيع الكون واللاكتو بلس اللي بتصنع من بذرة الكتان والدي دي جي اس اللي هو جنين الذرة الصفراء بعد العصر. يعني بيعمل حاوي عشان يوفر في التكلفة 18 ولا 20 جنيه للبقرة الواحدة يوميا. جدع بجد، يعني لا أعدم بقرة ولا باعها، وبيواجه الأزمة بشجاعة وبحلول خارج الصندوق. تعالوا نقابله. طبعا عايز اسمع البدايه كانت من حوالي 3 سنين ونص لما حضرتك بدات في فكره انشاء هذه المزرعه، ولكن استرعى انتباهي في البدايه منظر الابقار الحلابه واقفه على العلف، اكتر من 80% 90% من القطيع بياكل. انا المنظر ده يقلقني شويه، احنا كنا بنواجه ازمه في توفير اعلاف خامات كالصناعات التانيه بالظبط، يعني ما كنتش عامل عندك ستوك مثلا موجود. صعب ان انت تعمل ستوك، يعني ستوك بفلوس كتير، الخامات كانت قبل كده متوفرة على طول، مش محتاج ان انت تعمل ستوك، الخامات تمنها تضاعف، فانت مش عارف ان هتستمر في المضاعفة دي ولا هترجع لمعدلاتها الطبيعية. فالحقيقة ان فعلا زي ما حضرتك بتتكلم المنظر ده مش مظبوط، ان يبقى فيه اكتر من 85% من البقر واقف على الستاند، لان احنا من امبارح تقريبا البقر ما عندوش اكل نتيجه ان احنا صحينا الصبح. المفروض البقر احنا بنعمل له اوبن بوفيه يا باشمهندس. ايوه بالظبط كده، يعني العلب بتاعه موجود طول النهار وهو براحته يقوم ياكل يريح. بالظبط صح مظبوط. طب الهجوم ده بيقلل من الانتاج عندك؟ طبعا اساسي، وخسائر بتبقى مباشره، يعني احنا امبارح ما اكلناش مظبوط، الصبح اللبن ينزل، الظهر نازل اكتر. ازمتك برضو فول الصويا؟ الفول الصويا احنا الذره كازمه الحمد لله، يعني بفضل ربنا ثم الناس الاستشاريين اللي معانا ناس على درجه عاليه من الكفاءه، قدرنا نتغلب على ازمه الذره بتوفير بدائل محليه زي كسر الرز ورجاء الكون عن طريق الاستشاري، وقدرنا نحطها في المنظومه بتاعتنا كويسه وماشيه الدنيا تمام. لكن الصويا طبعا بقالنا فتره تمنها عمال يتضاعف، وحضرتك اتصرفت يعني حاولت تجيب له بدايل. صح، احنا شفنا النهارده عند حضرتك مستخلص
بذرة عباد الشمس وبذرة القطن. تمام صح كده؟ تمام. ده هيعوضك بنسبة قد ايه؟ ويقلل لك في التكلفة قد ايه؟ هو هيقلل في التكلفة الصويا 25,000 النهارده ولا 24,000؟ هيقلل في تكلفة الصويا للبقرة 50%. 50%؟ ودي حاجة كويسة جدا، بس طبعا هي لها اضرارها اللي احنا برضو ان شاء الله هنتغلب عليها، يعني مش هنقف. كسموم فطريه يعني، كسموم فطريه وك كوقايه بنحط مضادات سموم وقويه جدا تحمي العلف. بالظبط. انا يعني ما جربتش قبل كده الاضرار دي هتوصل لايه، بس انا خلاص بقيت مضطر اجرب لان مفيش بديل تاني. اولا حتى لو غلو السعر لوحده، لا هي مش موجوده، فانت لازم تتحرك. احنا كمجال حلاب لو غالي هنجيبها صح، لكن هي لو غالي هنجيبها بس مش موجود. وده اللي حصل فعلا لغايه اول امبارح. انا اخر مره جايب الصويا ب 21,000 جنيه وما قدرتش اقول مش هجيب، لان الحلاب يختلف على مجالات الانتاج الحيوانات التانية بان هو مش صاحب قرار ان هو يصفي. مش زي الدواجن، مش زي الدواجن. خلاص انا إيه العالم غالي، هقفل واريح شهر شهرين لما الدنيا تتظبط. مش زي التسمين، هطلع الدوره دي تكسب تخسر وهروح انام في البيت لما السوق يستقر هبتدي. لكن انا ما اقدرش. مزرعه الحلاب اللي بتاخد قرار انها تصفي بتتفرم، يعني بتضحي ب 30 او 35% من رؤوس اموالها. الانتاج الحيواني كله مسألة أمن قومي، يعني مش زيه زي أي مجال تاني. يعني خاصة أن أنت لو فتحت المجال ده للاستيراد مش هتحل الأزمة، بل هتزيدها تعقيدا. فإحنا عايزين نوصل صوتنا بكل حب للدولة وكل دعم للقيادة السياسية أن هم يشوفوا لنا حل، ونشتغل على البدائل، ونشتغل على البدائل لحين انتهاء الأزمة، التحدي اللي موجود لغاية لما الناس اللي فوق اللي احنا بنثق فيهم يتصرفوا. برضو نتمنى ان حد من الدولة يطلع يقول والله يا جماعة احنا خلاص المشكلة دي قربت تتحل، خلاص المشكلة دي احنا شغالين فيها، خلاص احنا حاسين بالمشكلة، هنبتدي مثلا ايه نشتغل بالبدائل شهر شهرين، هنبتدي نخسر، هنبتدي نواجه تحديات. طب هقول لك على معلومات مهمة. اتفضل. النهارده في بيانات بيتم جمعها في وزارة الزراعة عن جميع الصناعات التي تستخدم الذرة الصفراء وفول الصويا ومدى احتياجها من الخمتين دول عشان يتم توفيرهم فورا، لانهم موجودين في المواني عشان نحدد حجم احتياجهم من الدولار عشان يتوفر، لانها سلع الامن الغذائي. احنا بنتكلم في لحمه ولبن وبيض مطلوبين للسوق، ففي تحرك من الدوله ولكن بالراحه شويه. بالظبط. صح ولا؟ يعني انا جيت لك اول حاجه قابلتني بيها ايه؟ وريتني البدايل. بالزبط. انا بتصرف اهو، البقره بتاعتي قلت لي انتاجها بيقل على ما تتكون الفلورا جوه، الفلورا اللي جوه معدتها وتاخد على العلف، قلت لي هخسر 7-8 ايام اسبوعين. تمام. هنعمل ايه؟ سيبك من البقر والخسائر، فين البقره دي بتقيم مظبوط كوحده منتجه للبن، لكن كهي لا لحم ما تسواش حاجه. خسائرك قد ايه لغايه النهارده يا باشمهندس؟ بتخسر كام يوميا؟ كل بقره بتخسر حوالي 35 او 40 جنيه من التغذيه فقط. يعني البقره يعني عدم توافر خامات اعلاف مباشره. اضف لخسائر العماله، خسائر الكهرباء، خسائر الصيانه، دي كلها بنود عندي مصاريف يوميه. طب هل ممكن تتعادل البدايل مع الصويا؟ احنا حضرتك تديك نفس انتاجيه اللبن اللي انت متعود عليها؟ بنتمنى ان شاء الله هتديني نفس الانتاجيه. امتى بقى؟ بعد قد ايه؟ 15 يوم. هنقدر نتحملهم صح؟ اكيد هنتحملهم. طب ما تقول لنا التركيبه السحريه دي، يمكن نفيد حد عنده بقره ولا اتنين ومش عارف. يشيلوا الصويا ويستبدلوهم بكزب العباد. كزب عباد؟ قد ايه بقى للبقره؟ كزب بذره القطن. هو يشيل كيلو صويا القطن. لو هو شغال بخلطه مثلا فيها 4 كيلو صويا، يشيلهم ويحط مكانهم 4 عباد وبذره قطن، 4 ب 4. كام لكام؟ يعني احط قد ايه صويا قد ايه؟ واحد احط لواحد. قد ايه عباد واحط قد واحد لواحد. واحد لواحد. يعني 2 كيلو و2 كيلو. 2 كيلو. عباد؟ ويزود مضادات السموم عشان خاطر ايه؟ قد ايه يعني احط قد ايه على الاربع يعني كيلو؟ يعني مثلا اصل هي اللي عنده 20 و30 راس ده بيعمل خلطه طن. احنا بنعمل خلطه راس، يعني للراس. الراس لها عندنا مثلا 20 جرام مضاد سموم سيليكا و20 راس مضاد سموم بيولوجي. احنا بقى لما نيجي نشتغل بحاجه فيها مايكوتوكسين كتير هنزود 5 و5 مثلا، نحط الحد الاقصى لمضاد السموم، بحيث ان هو لو بيسلم لبن لشركه ما يظهرش فيه الافلاتوكسين والحاجات ديت. ايوه طبعا طبعا. ما يظهرش الافلاتوكسين السام. لان هو حط مضادات السموم اللي بالزبط. تحمي اللبن بتاعه. بالظبط. تمام. طب هسالك سؤال، انت طلعت كميه لبن بخساره وبقل، والبقره انت جيت قلت شويه عشان في بدايل. تمام. لسه بتتعود عليها. تمام. المصنع بقى هيبقى اللبن ده ولا ممكن يقول لك برده انت ايه ده تغيرت السويه ليه؟
لا هو المصنع يعني ما مش هيعرف من التركيبه ان انا غيرت الصوص ولا لا. مستحيل وهو بيحلل يبانه؟ هو يبان امتى بقى؟ لو المواصفات بتاعه اللبن حصل فيها دروب جامد، يعني مثلا بطلع لبن الفاتس فيه مثلا 3.8 3.7، لو نزلت لعن 3.5 او 3.3 3.4 قول لي حاسب كده في مشكله. بس هو ملوش فيه، هو هيقول لك انت مستحقاتك هتنزل. ايوه لان نسبه الدهن اقل. بالظبط صح ولا لا؟ يعني هي الازمه مش عندنا احنا بس، هم كمان عندهم ازمه. ليه؟ مش لازم نصنع النهارده يعني الزبده والبتاع. القطاعات اللي هي المزارع اللي حضرتك بتتكلم عليها فيها 40 و50 راس، كتير منهم ما استحملش الهجمه وقفل. انا اعرف مزارع كتير فيها ال 40 و50 راس دي قفلت. الكميه دي كانت بتدي اللبن لمصانع بدون ذكر اسماء ما هياش جريد A جريد B، وكانت بتخش في صناعه الاجبان والحاجات. ده اللي خلى الجبنه ارتفع ثمنها تقريبا في السوبر ماركتس وكده اتضاعفت. احنا عندنا شورت كبير قوي في انتاج الالبان في مصر، ومحتاجين مزرعه عظيمه زي حضرتك عاملها دي، ولا 200 مزرعه كمان. تمام. يعني انا بدعو الناس كده يا جماعه من فضلكم، احنا محتاجين نتوسع في مشروعات الحلاب، ولكن بخبره. يعني عندك خبره تعالى، ما عندكش خبره هات مستشارين وهات دكاتره بيطريين وهات بتوع تغذيه، وانت راجل متخصص في الاداره لغايه لما نتعلم، صح ولا لا؟ تمام يا فندم. حضرتك مهندس اتصالات. تمام. دخلت الشغلانه دي ازاي؟ خلينا نستفيد من تجربه حضرتك. كان عندي ارض وكده في كوب حماده بحيره، وطبعا كنت بادئ المشروع ده كالاول كهوايه، وسنه سنه لغايه لما بدات احترف الموضوع ده كبقى بار مستورد وكتغذيه مع استشاريين وكتسليم لبن لشركات، احترفتها في 2016. وبعد كده بدات بقى ادور على مجال اطلع بيه في الصحراء. طبعا هنا المجال ممهد جدا، احسن من الاراضي الطينيه. البقره نفسها اصلا بتتعامل مع الارض الرمليه احسن كالتهابات ضرع وكحوافر ومش عارف، هناك الدنيا صعبه، هنا المجالات مفتوحه. فربنا وفق وخدنا المكان ده واشتغلنا من 2019. وكان ساعتها عندك الخبره تاهلك انك تدير مزرعه بالحجم ده فيها 350 راس. كان من 2016 2019 بتعامل مع الهولشتاين بس مع سكيل صغير، يعني انا كنت هناك شغال لوحدي، انا معايا 3 دكاتره ومهندس مزرعتك كبيره قوي، ليه عامل في 2 فدان وساب الهلمه دي كلها؟ ما هو كبدايه بقى، احنا كده في البدايه، يعني احنا برضو يعني انت عندك توسعات هنا تشلك 2000 راس. المكان اصلا في الاول كمان ما كانش ملكنا، المكان احنا خدناه بالايجار وتملكته وتملكناه. طب حلو. فلا يعني أكبر. كل الحاجات دي في 3 سنين يعتبر برضو الحمد لله انجاز، يعني 3 سنين يا دوب. انت خطتك رايحه لفين في التوسعات؟ والله انا دلوقتي مش قادر افكر، يعني في ظل يعني نوفر بس الاكل الاول. يعني انا بفكر دلوقتي ان انا ما اتفرمش مع الناس اللي بتتفرم، لكن انا قبل كده كان عندي خطط اتوسع، اطور المحلب، اعمله محلب كمبيوتر، اجيب سيستم تهويه. لو ما فيش سيستم تهويه كويس انت معرض لخسائر كبيره. انت دلوقتي اللي انا شايفه ان انت مامن سلاجك. تمام. صح. تمام. الى حد ما الحمد لله. وحاولت تجيب بدايل حتى لو اللبن نزل شويه بعد اسبوعين 3 هيتعدل تاني ان شاء الله بالبدايل دي للصويا. تمام. صح كده. ايه اللي انت قلقان منه؟ ما هو حضرتك كراجل خبير في الشغلانه، احنا دلوقتي معلش يعني عاملين زي الفرقه بتاعت الكوره اللي مش منظمه. لما تلاقي الفرقه مش مدربه كويس تلاقي مثلا ال 22 لاعب ولا ال 20 لاعب بيجروا على الكوره وسايبين الملعب كله فاضي. للاسف المجال بتاعنا كده، احنا اشتغلنا بكسر الرز ده كان الطن ب 2800 على بعد 5-6 شهور بقى ب 7000 جنيه. فالخوف او مش الخوف، الناس كلها اصحاب المزارع مش لاقيين بديل، هيجروا على 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 العباد وعلى بذره القطن الصبح هتلاقيها بضعف ثمنها، وعلى الكتان وعلى الحاجات دي هتلاقيها بضعف ثمنها. بس لغايه النهارده بفضل الله ما عرفت تاكل بقرك، وعارف عملتك تدفع لها مرتباتها والعائد مغطي. الحمد لله. صح كده. الحمد لله. الفتره دي مش فتره ان احنا ندور على مكسب، لا خلص. نتعادل بس ونغطي اللي ورانا. نتعادل ونبقى موجودين، ان انت موجود دلوقتي ده في حد ذاته مكسب. طيب اللحظه اللي احنا فيها دي لحظه الاداره من حديد. تمام. صح. بتعمل ايه؟ اساس الشغل الحلاب الانضباط، والناس كلها اللي معاك تبقى عارفه انت قادر توصل لهم المفهوم ده، وان البقره دي وحده منتجه هي خلاص وصلت للفول كاباسيتي بتاعتها الساعه 1، فلازم تخش المحلب الساعه 1. اساس الشغل التنفيذ الجيد للتعليمات. انا بيجي استشاري يحط لي خطه تغذيه، والحمد لله المزرعه حتى من المزارع المشهوره ان هي بتنفذ بحذافيرها. عشان كده مفتوح لك اكبر مصانع في مصر. الحمد لله رب العالمين. اكبر مصانع البلد. على ان برضو المزرعه تعتبر مزرعه صغيره في العدد، لكن هي في المصانع بتتعامل معامله المزارع الكبيره. المهندس احمد عبد العزيز يستحق النجاح، وان مزرعته تبقى واحده من افضل مزارع الالبان في مصر،
هو خبرته تستحق كده، وقريب جدا هنزوره، وال350 راس هولشتاين هيبقوا 1000 و2000 بقرة، وهفكركم بإذن الله.